أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكان جديد اليوم، لا وهو متحف شوارفسكي، مكتب التذاكر، كرمكم الله. الحمامات جنبه، تذكرة للأدول 19 يورو، للصغير من 6 إلى 14 سنة 7.5 يورو. هذا في المدخل، أنا عندي له تغرير بس من 4 سنوات قديم، يقولون الجديد حب شديد، شيء قالوا لي شيء زيادة مسوين. الحديقة الكريستالية بعدين بنشوفها. دخل المتحف قبل، هذا هاي المدخل. والمتحف طبعا تحت أشهر مصنع للكريستال طبعا، واللي يشار له بالبنان المصنع جنبه. متحف شوارفسكي، عمر الناس هاي اللي صنعوا ويصنعون الكريستال 120 سنة، تصوروا خبرة 120 سنة المصنع هذا، يورد على العالم في كل مدينة وفي كل بلد تلقى له فروع، عدة فروع. متحف شوارفسكي المدخل، طبعا قريب من 12 كيلو متر تقريبا او 15 كيلو متر من مدينة إنسبورغ في مدينة ووتنز. المدخل اول ما تدخل اكبر كريستال في العالم. أكبر كريستالة. نواصل نفس جدار خدامتنا نانسي، حجرة تشي نفس الديكور. القبعة الكريستالية، شوارفسكي الشجرة الكريستالية. نواصل Thank you.
فرع لندن. قسم ثاني كأنك بين البامبو، بين أشجار البامبو. جلي البحر. النهاية هذا المتجر، تقدر تشتري أي شيء. مكان يستحق الزيارة، خصوصا للنساء. أشكال كريستالية.
وفي كذلك هنا كوفي بارد، شاي حار، كوفي ايش. متحف شوارفسكي في مدينة إنسبورغ وفي مدينة واتنز، قرية واتنز بالتحديد. متحف ومصنع بنفس التذكرة، أزور الحديقة الكريستالية بعد من ضمن التذكرة. هذه ما كانت موجودة من 4 سنوات، طبعا يعتبر معلم سياحي يزوره كل سنة من 700 ألف إلى 1,000,000 ساعة. هذه لا تنسى لما تأخذ التذكرة هو يسألك عربي ولا خذ كتيب معلومات باللغة العربية إذا بغيت، متوفر يعني إذا بالإنجليزي. هذه الحديقة ما كانت موجودة، بس أنا لما شفتها قلت قررت إني غاطة من زاوية ثانية. سلامي لك يا قيس باكر، كذلك محمد من مطار الكويت، حياك الله يا الغالي ومشكور على الإضافة وعلى الكلمة الحلوة. مرزوق الرقعان يا هلا بك الغالي، السموحة عوض الأحمدي وتركي من السعودية، طبعا الصديق والأخ أبو فهد سعود باديان من الشرقية، حياك الله يا الغالي. هني موقف السيارات، والسيارات اللي الكهربائية بعد لها هني موقف توقف تركب الواير. هذا متحف ومصنع شوارفسكي، هذا الحداثي وين واقف. اللي يبغى يروح البيت المقلوب مو ببعيد من هني 7 كيلومتر، هذا قبل طبعا قبل إنسبورغ. تحياتي للجميع.